سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا باسم الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الأحد آمين. مع الأسف ما زال بعض معارفنا يقولون أنهم يريدون أن ينزهوا الكتاب المقدس عن الغلط أو الخلط وفي نفس الوقت ينتقدونه. طيب إذا أنت تريد أن تنزهه وتحكم عليه حسب عقلك من غير معرفة اللغات الأصلية ولا المخطوطات الأصلية ولا الجغرافيا والتاريخ القديم، وتريد أن تحكم على التوراة من كتب أخرى، خلينا نقول انطلاقا من القرآن مثلا، نحن لا نناقش في أنك كمسلم دون مؤاخذة تؤمن بالقرآن، ولكن نناقش الفكرة المغلوطة أو التعبير المغلوط. تقول نريد أن ننزه التوراة عن الغلط، ودائما أنت اللي بتنتقدها. إذا أنت تريد أن تنزهها استفسر منا نحن أهل التوراة، وخصوصا استفسر من اليهود بما أنه اليهود هم أهل العهد القديم وهم أدرى به، فإن أهل يروشلايم أدرى بشعاب أو أهل مئة شعاريم أدرى بشعابها، كما أن أهل حارة النصارى أدرى بشعابها، وكما أن أهل الواد من المسلمين الفلسطينيين المقدسيين أدرى بشعابها، وكما أن أهل مكة أدرى بشعابها. كيف بتقول إنك تريد أن تنزه الكتاب المقدس وأنت بتنتقده؟ اللي بده ينزهه يدافع عنه مش ينتقده، مش يطعن فيه، مش بيقول إنه محرف. هلا بتقول نص موسى كلمة الله، نص موسى في التوراة في سفر الخروج أعتقد الفصل الثالث، لا يعني أن موسى كان مجرما، ولا يعني أن موسى كان قتال قتلة، ولا يعني أن موسى تعمد قتل المصري. المصري كان يضرب رجلا عبرانيا، العبرانيون كانوا تحت الضغوط الفرعونية المصرية، كان المصريون مستعبدين للعبرانيين، لدرجة أنه كان هناك خطر موت على العبراني هذا. يعني لو أنه المصري لم يضرب العبراني لما قتل موسى الرجل المصري. إذن لا يوجد هنا قتل بالعمد، بل هو بالدفاع عن النفس. نظر موسى، وهنا أنهي كلامي، يمنة ويسرة لئلا يأتي الثأر المصري. وطبعا ثأر المحتل والمستعبد هو أكثر بكثير من العين بالعين والسن بالسن، كما كانت تفعل النازية وكما تفعل بعض القوات المحتلة خصوصا في أيامنا. وشكرا لإسرائيل.